صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وهلا صرنا مع ولاء بجوله الصحافه. يسعد صباحك صباح يا ولاء. الخير يا صباح الخير يا نور، كيفكم اليوم؟ تمام. عزلتوا للعيد؟ جاهزات؟ لا تذكرينا، اليوم عطله بدايه الاسبوع رح نبلش. عم بصير فيكم هلا بلش احلى الطقس، فنحن كسوريات يعني بسبب يمكن الموروث والبيئه انه يي طقس حلو اليوم، خرج تعزيل تليف حيطان. طبعا طبعا هذا هدف رئيسي، بصير هيك في عين على البرادي وعالشبابيك وعالبلاكين، وهون مدمع وهون مغبر وكذا. وهلا بهيك من وحي السوشيال ميديا هالايام كل السوريين، ونتمنى كل السوريات ونتمنى السوريين انه يشاركوا بهذا العرس الوطني تبع التنظيف. تبع التنظيف كلهم هلا عم يحكوا عن تنظيفة العيد وشيلة السجاد وقصص كثير هيك بتخلينا نشم ريحة مدار نظافة. تذكر المدار عن جد، انا بس شم ريحة المدار بحس خلص كل شيء نظيف. ضل في مدار بالبلد هلا؟ والله انا ما عشت من زمان، بس ما بعرف ليش متعلق موضوع المدار بريحة النظافة عندي. نحن وصغار كان المدار الاكثر انتشارا، بس ما بنعرف اذا هلا لساته موجود ولا لا. بعدين طلعت ماركات كثيرة صاروا يتنافسوا كمان على الريحة الافضل، على الريحة الافضل، ومين هيك بيفري فري اكثر. نحن بنحب نشوف العظمة تبع القصة نحن عم نفركها. فيعطينا العافية السوريات، ولنشوف انتم بيعملوا لكم تشيكه بالعيد. انا والله عم انتقل من بيت لبيت، فما رح اعزل لانه خلص اوريدي عم اعزل على النقله الجديده. فيعني ما بعرف. انت معفيه، يعطيك الف عافيه يا رب. وصباح الخير لكل حدا عم يحضرنا بجوله جديده للصحافه لليوم، والبدايه من موقع تلفزيون سوريا وتحت عنوان السوريون في مصر يضعون لمستهم على فساتين الزفاف، كتبت لجين دياب. يعد شارع عباس العقاد في مدينه نصر بالعاصمه المصريه القاهره مقصدا للفتيات المقبلات على الزواج، حيث تنتشر المحال التجارية المتخصصة في بيع الفساتين أو فساتين الزفاف والسهرات. وفي هذا السوق تنتشر لافتات أسماء محال سورية، وتسمع لهجة أهل الشام والحكي السوري يتردد في الأجواء، حيث أثبت السوريون وجودهم في سوق تجهيز العرائس من خلال التنويع في الخامات وصنع الفساتين يدويا، ومحاولتهم ابتكار تصاميم تواكب الموضة عالميا ومحليا، ويجعل انتظام السوريين في مواعيد تسليمهم واهتمامهم بالتفاصيل الدقيقة واحترامهم لرغبة الزبون يجعلهم متميزين في مجال تصميم فساتين الأعراس في مصر. والله تصاميم جديدة، ومثل ما بنعرف السوريين يعني هي الموضوع أبا عن جد، وبسلموك القطعة بوقتها، فنيا المصريين عليهم صراحة. والله هي لك بقصة فستان الزفاف أكيد كتير حساس عند كل بنت صبية بدها تتزوج، وكثير بيوتر لما بيتأخر، وكثير بيوتر لما بيكون في تفاصيل حابتها انه تكون بفستان تماما موجودة ومانا موجودة. فحقيقة السوريين بهذا المجال بيبدعوا، وفكرة انه هلا بس تنزلي على السوق، يعني هذا مانو التشجيع على ثقافة انه نغلي لا، في تفاصيل بسيطة حتى لو كانت يعني بتشبه هيك شخصية الصبية، بتحب انه تبرز واحيانا ما بتكلف شيء. فلما يكون الشخص او الخياطة او المكان اللي عم تتعاملي معه متفهم لهذا الموضوع، بتكوني قطعتي نص تماما المرحلة، انه في حدا فهمان عليك على الاقل. وبالسوق عم نشوف بسبب الماكينات يعني كله بيشبه بعضه وهيك، في شيء بس عم يبرق بصير ترند. يعني اي شيء يعني من دون ما حدا مثل ما قلتي صبية بدها شيء بخصها بيشبهها ما بتلاقي، لانه الموضة تخطت فكرتها مثلا. صح، الآلة بتطلعنا، يعني كل الآلات، إن آلات التجميل ولا آلات الطباعة ولا الآلات اللي عم نتعامل معك اليوم، عم طلعنا كلنا نشبه بعض. فهي التفصيلة تحديدا، يعني يمكن معظم الصبايا بحبوا إنه يتميزوا بشيء خاص، وهذا اللي عم يقدموه السوريين بمصر، وهذا اللي عم يخليهم اليوم بكتير قطاعات إنتاجية وصناعية متميزين. وهلأ بسوريا ما كانوا كتير يلتزموا بالوقت صراحة، يعني بيناتنا بنحكي مع كل المشاهدين، بس إنه لما طلعنا لبلاد برا كمان شوي حس مسؤولية أكبر، حس مسؤولية أكثر يمكن عن صورتهم كسوريين. بنات بعض ممون على بعض، والسرعة عم يكون الموضوع كتير دقيق. فيعطيهم ألف عافية. نبقى في مصر، وضمن مواد موقعنا، يواجه السوريون عقوبات لا تقل أو عقبات لا تقل قساوة عن مرارة الموت الذي فروا منه في بلادهم عند البحث عن مدفن في الغربة، الأمر الذي يشكل عبئا على ذوي المتوفى، وذلك لعدم وجود مدافن خاصة بالعائلات والتي يصل سعرها إلى مئات آلاف
الجنيهات. يضطر السوريون في مصر ممن لا يملكون مدفنا عائليا لدفن موتاهم في مقابر الصدقات الموزعة في مصر، وهي أراض يشتريها متبرعون ويقدمونها كنوع من الصدقات الجارية أو في مدافن أنشأتها الحكومة المصرية للفقراء. كما تتلقى الطبقات الفقيرة من السوريين المساعدة من رجال الأعمال وميسوري الحال من أبناء جالية سورية في مصر، والذين اشترى عدد منهم أراضي حولوها إلى مدافن خاصة بالسوريين، بالإضافة إلى تبرع عائلات مصرية بمساحة في مدافنها الخاصة للموتى السوريين. يوجعني هذا الموضوع بصراحة، أنه أنت يعني تفكري بس تموتي، هل في مكان كنت دفني فيه؟ هلا هو يعني بعيد الشر والله يطول بعمرك يا نور، بس تموتي ما حتفكري اللي بقى. لا لا قصدي انت في عالم عم تشتري ابهي وعايشه، عرفتي؟ لانه الموضوع عم نشوف العقبات، انه اذا حدا مات قدامهم عم يسووا لميه بين بعض حتى يشتروا هذا القبر. فيعني عن جد شيء بوجع انه انت تفكري كيف بدك تشتري قبرك، لانه ممكن يعني ما يكون حدا عنده يدفع لك حق القبر او يفكر فيه. كمان كمان يعني كمان عائله المتوفى عم يواجهوا ازمات كثير كبيره بجميع دول جوار تقريبا، وحتى باوروبا لا يعني ظروف خلينا نقول دينيه خاصه والى اخره. بس هون بالماده رغم انه يعني الواحد نعرف انه الموت هو الحقيقه الوحيده الموجوده بالحياه اللي ما في حدا يقدر يكذبها ابدا والى اوجه، ففي ناس مثل ما قلتي عم تحضر لهذا النهار بكل تفاصيله وعم تحاول، في ناس لا تركتها انه اخر شيء لرب العالمين، لرب العالمين انه شو بده يصير بعدين، في ناس رح تتكفل. بس بهي الماده نحن بتفاصيلها بنشوف انه في عائلات مصريه، طبعا المدافن المصريه تختلف عن مقابر السوريين، هن بيكونوا غرف مقسمه العائله كلها بتندفن مع بعضها. فبعض الاصدقاء بين يعني لما يكون في صداقه بين المصريين والسوريين، انه في شاب قايل بالماده انه توفيت والدته فصديقه المصري دفن بمدفن العائله مع امه، يعني عم يكون في نوع من الطبطبه اللي هي فيها كرم حقيقي بالمشاعر والانسانيه مع بالتعامل مع هي الحالات. وكثير من هي الحالات عم نشوفها بمصر، انه مدافن عائلات خاصه عم يندفن فيها اشخاص ليسوا فقط غرباء بصله القربه، غرباء بالبلد يعني جغرافيا تماما. فانه عم يكون في سوري عم مدفون ضمن عائلة مصرية بمصر. أكيد بعد الدفن يعني ربما هذا الكلام بيطبطب على العايشين لسه، يعني نحن اللي بيعطينا بحسوا بأمان. تمام، بنحس بأمان، إضافة لأنه في كثير رجال أعمال سوريين وأيضا مصريين عم يشتروا أراضي وصار اسمه مدافن بلاد الشام. يعني هون الجانب يلي نحن يمكن لازم نقعد نصهم فيه كثير، لانه لما يكون لنا مقابر خارج بلدنا هون يمكن الموضوع كثير بيكون هيك مؤلم، تستخدم مصطلح مؤلم، مؤلم يعني حتى اذا حدا يزورك يعني حدا انت ببلد ثاني توفى برا البلد تماما. يعني ربما جيل اخر مننا ما يرجع. يعني هون نحن الفكره اللي ممكن نحن نوقف عنها، والله يرحم كل اللي توفوا بقلب سوريا واللي برا سوريا. وهي التفاصيل لما بتوصلنا قد ما كان يعني صح نحكي عن موضوع متعلق بالموت، بس كمان بتطبطب على 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 القلب وبتعطينا اكثر شيء اصلا الانسان بحاجه لتطبطب فيه لما يفقد حدا عزيز. صح بالموت صح يعني اتوقع اكثر وقت اكيد، ولما يلاقي في ناس موجوده حواليه تماما، حتى لو كانوا مو يعني غرباء، بس هم عم يقولوا نحن مو غرباء تكفي. صحيح، فالله يرحمهم، ونتمنى يكون في هيك حل نهائي للموضوع. ننتقل الى اثر بريس المقرب من النظام. دفع غلاء المعيشة كثيرا من السيدات ربات المنزل الى التفكير بطرق عدة لتوفير والتحايل على المتطلبات المعيشية بما يتناسب مع الدخل المعيشي وتراجع القوى الشرائية لاصحاب الدخل المحدود. وعلى الرغم من بهجة العيد الا انه يرخي بثقله على كاهل الكثير من العائلات التي لا تستطيع تدبر مصاريفه. هذه الظروف جعلت كثيرا من السيدات يتوجهن إلى صنع الحلويات في المنزل من باب التوفير، وعلى مبدأ أن شغل البيت أنظف وبيعرف الواحد شو عم يأكل. ويترأس المعمول قائمة حلويات العيد المتعارف عليها والأكثر شعبية بما يتناسب مع الميزانية المخصصة لبند مصاريف العيد. وانتشار ظاهرة صنع الحلويات في المنزل جعلها تصبح مصدر رزق لسيدات أقبلن على هذه المهنة واستطعن تأمين دخل لعائلة من خلالها. هذا أحلى شيء فينا دائما لما بتجيبي هيك مادة ومنحكيها بجولة صحافة، بفرح من قلبي أنه نحن دائما عنا عذر إيجابي.
عندنا دافع لانه نخترع او نبتكر شيء من هالازمه، يعني مثل انه بناكل شيء نظيف، هذا شيء بنقنع حالنا فيه حتى انه خلص احنا ما بدنا نقعد نندب انه ما عم نقدر نجيب حلو، فبنقنع حالنا وفعلا رح نساوي وبكون انظف وبكون عارفانين شو عم ناكل. هو المهم عم يعيشوا الطقس العالمي، تشغيلة الفرن ولو انه ما في كهرباء وهذا عائق عم يكون قدام العالم، بس انه بهالساعتين الكهرباء عم يشغلوا الفرن يطلعوا الريحه يعيشوا الطقس. هي ادوات تاقلم يمكن اي شعب غير السوريين لم يكن ليستطيع انه يحتفل بعيد بعد كل هي السنين تمام. واضافه انه ربات المنزل اليوم حتى يعني النساء بينات بعضهم، يعني سابقا معظم العائلات صاروا يشتروا الحلو جاهز انه علب وارتب ولا ما تتعب ست البيت ومدري شو. هلا لا رجعنا ست البيت عم تعمل بايدها وحتى عم تشتغل لا في طبقه من المجتمع موجوده، سيدات اخريات ربما ما عندهم وقت حتى لو ما لهم طبقه يعني حتى لو ما لهم في كمان يعني قال انه الموضوع كثير غالي، يعني انت بتعملي بالبيت غالي فما بالك انت تاخذيه جاهز. بس على الاسعار هلا نور النص، يعني الكيلو بكلف برا 100,000 بالبيت تعمليه ب 50 يعني، فهذا كثير عم يوفر. لما انه يعني تشتريه سيده برا يعني ف 100,000 هي دبل، فاكيد لو ما انه مثلا متوفر منيح من راتبه او من طبقه افضل من الوسط ما قدرت تشتري. ما هو انا هي الفكره عم اقول لك اياها، في هي الطبقه وفي اخريات عم يبيعوا بعض برخيص يعني انه فوق التكلفه مثلا 5-6,000 ليره بس لانه هذيك ما عندها وقت مثلا او ما عندها كهرباء. إيه؟ فانه هذا الشيء عامل شويه هيك تكافل نسائي تماما دعم نسائي بين بعضهم انه لا تدخل هي اللي عملت ايضا صح، ومثلا اللي جاي عندها الكهرباء بيروحوا لعندها اللي هي موجوده من زمان قولي هي دواره حتى اختلاف المحافظات، يعني بتلاقي مثلا اهل الرقه بيعملوا كليجا بالشام قاعدين بتلاقي بيروحوا لعند هي السيده بيشتروا هذا النوع، صار في تنوع بحل العيد حتى برا سوريا الشيء. يعني احنا بندور كل واحد حسب شو عملت يا ولا. انا والله هذا العيد قررت ما اعمل لا يا ولا، انا هذا بالذات ناوي يعني ازورك يعني اجيب لك جاهز العيد الماضي عملت وحسيت وما جيتي هو انت ما اجيتي صح؟ فالحق عليك العيد الماضي عملت المعمول واكلتهم كلياتهم انا وتفضلي هلا في عندك انعكاس واضح على الشاشه اني اكل شيء 4 كيلو معمول لعيد الماضي، هذا العيد قررت ما اعمل واللي بروح لعند ضيفوني وحده وقولوا لي روحي على البيت، نور خلص ما عاد قدرت خلص ما عاد قدرت خلص خلينا نطلع من موضوع المعمول والعيد لا صحيفه عنب بلدي اكتشاف اثري يقلق السكان من اجبارهم على بيع منازلهم، حيث ما تزال مديرية الآثار بمدينة حمص مستمرة في عملية التنقيب بمدينة الرستان شمالية حمص بجوار الموقع الذي عثر فيه على لوحة ألف سيفساء التي تلخص ملحمة الأمازونات عام 2018 والتي يقدر عمرها ب 1600 عام. وأفاد مراسل عن البلد في حمص بأن قوات النظام فرضت طوقا أمنيا في المنطقة وأن البعثة وضعت سورا معدنيا لمنع وصول السكان ومشاهدة الاكتشاف الجديد، وحصلت الوصول إلى الموقع بالمعنيين ووسائل الإعلام المحلية رغم أهمية الاكتشاف، بدا القلق على سكان الحي المجاور للموقع الأثري متخوفين من مصير مشابه لمن أجبروا سابقا على بيع منازلهم من سكان الحي لأجل عمليات التنقيب. يعني نحن عن جد هاي شغلة مؤسفة، بدل ما أهل المنطقة يفرحوا ويكونوا مبسوطين في آثار في شيء مهم عندهم، أول شيء بنفكر فيه إنه رح ياخذوا منا بيوتنا، يعني هذا شيء متعب ومؤلم إنه حتى أهل البيت يفكروا بهذا الشعور أو أول شغلة يفكروا فيها. هلا احنا نعوضون بسعر البيت الحقيقي يلي عم ينباع فيه هلا، بس يعني نص بصير هلا بس البقيه لانه هن ما لهم كثير معنيين، يعني هن الحي المجاور لانه هن طلعوا هاي اللوحه، هاي اللوحه رح تاخذ اهتمام عالمي لانه هي عم ترسم جميله جدا، اذا شفتوها فيها تفاصيل كامله لمعركه القناطير اللي هي الى وقع والى سمعه عالميه ربما ترتب الاف المهتمين ليشوفوا تماما. فهي اكتشاف أثري مهم جدا، عوضوا بيتين بس المحيط كله حتى لو أخذوا اليوم قيمة البيت، اليوم أسعار العقارات بسوريا غير عادلة وغير منصفة، فاللي انباع بيته بكم بيته بعدين يعني ساكن فيه من سنين، احنا بسوريا طبعا البيت ممكن ورثه عن جد ايضا يعني فانه حينباع
بقدر معين، ربما ما يلاقي بيت ثاني يشتريه، فبده يغير الحاره والمدينه ويضيف. هلا هون الفكره انه عم بدعوا هن انه معلش لانه هذا اثار البلد وبدنا نستحمل كلنا مشان سوريا وهذا الحكي اكيد في منه في منه هذا الحكي اكو بحمس شوي، بس بيته الواحد يعني بده ينتبه له. فهذا هلا انا نشوف لوين بدها تروح القصه بالرستا متابعين معهم. نختم مع عربي بوست وماده تجيب عن سؤال: كيف غيرت التكنولوجيا اجسامنا من ناحيه النفسيه وبيولوجيه؟ وبحسب مجله التايم يفقد الاشخاص الان التركيز عموما بعد 8 ثوان فقط، مما يسلط الضوء على تاثير نمط الحياه الرقميه على الدماغ. اما من الناحيه الايجابيه فيقول التقرير ان قدرتنا على القيام بمهام متعدده قد تحسنت بشكل كبير في عصر الهاتف المحمول، وافترض القائمون على الدراسه ان التغييرات كانت نتيجه لقدره الدماغ على التكيف وتغيير نفسه بمرور الوقت. وتقول الدراسة أيضا أن البشر سابقا كانوا أقوى وعظامهم كانت أكثر كثافة، حيث كان جسم الإنسان يؤدي مجموعة متنوعة من الأعمال، كما يؤدي تصفح الإنترنت لساعات إلى إجهاد عيوننا ويضغط على أعناقنا ويصيبنا بتوتر عضلي وألم في الساعدين والمعصمين، كما تطفو مشكلة نقص فيتامين د على السطح، فالوقت الذي نقضيه داخل منازلنا أصبح أكبر. كذلك أشارت الدراسة إلى أنه وبحلول عام 2050 نصف سكان العالم سيصابون بقصر النظر. نعم، هاي نتائج التكنولوجيا. يعني صراحة هذا بحث كامل لازم دائما نذكر فيه لحتى شوي نرحم حالنا، وفعلا الأمراض هي كلياتها موجودة، ولقدام البشر بجيناتهم رح يخسروا القوى اللي موجودة فيهم. فننتبه له كتير منيح، وبدعو العالم كله لحتى تقرأ المادة وتكون هون، خاصة جولة الصحافة. بدي شكرا لك يا رب. شكرا لك نور، كل عام وانتم بخير. من هلأ أنا راح إجازة ما تشوفوني. شكرا لكم مشاهدينا، الشكر موصول لكم أيضا. ألقاكم بعد العيد، تبقى بخير. لك ولا مشاهدينا، فاصل نرجع حتى نكون صباح سوريا مع بعض.